ماشي. طب معلش يا شيخ، بعض الأحاديث أسألك فيها هل هي متواترة أم لا؟ الأئمة من قريش، الأئمة من قريش يعني ذكره العلماء في المتواتر، لكن كلفظ الأئمة من قريش متواتر باللفظ لا أراه متواتر باللفظ، لأن في أحاديث بالمعنى، يعني في حديث مثلا، في حديث في المعنى مثلا، الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان، بألفاظ زي كده، لكن ذكر فريق من العلماء الأئمة من قريش على النوع من المتواتر، لكن في الحقيقة وبعد التحذير الجمع ليس بمتواتر بهذا اللفظ أبدا. طب نضر الله امرأة، ها؟ نضر الله امرأة متواتر، حديث حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ حديث حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو متواتر أيضا؟ لا متواتر أيضا. والمسح على الخفين متواتر. من شهد أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة. لا أعرف التواتر فيه، أحتاج مراجعته في التواتر. طب حديث حنين الجيزة يا شيخ. الجيزة متواتر، نعم. ماشي، شكرا يا شيخ. الله يبارك فيك.